مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان ومتابعي برنامج في النور. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد كنا نتمنى ان هو يكون بيبدأ كده بشكل جيد من غير اي كوارث ومن غير اي حوادث، لكن مع الأسف آسفين ان احنا نقول لحضراتكم ان النهاردة حصل واقعة مؤلمة جدا في احدى المدارس، تقريبا او تحديدا في الجيزة في حي كرداسة. قبل ما نعرف تفاصيل الواقعة وازاي كان الموضوع، يعني كل تفاصيله بتقول ان في اهمال كبير جدا حصل في المدرسة دي. الحقيقة عندنا اكتر من واقعة ليها علاقة بالمدارس، وازاي في بعض منها كتير جدا ما كانش مستعد لبداية العام الدراسي وما كانش مؤهل ان يكون في طلبة في اول يوم في المدرسة. لكن عايزين برضو نسمع من حضراتكم ونعرف هل واجهتكم أي مشاكل مع بداية الدراسة، والنهاردة كان أول يوم في مدارس كتيرة جدا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، هل كان في أي مشاكل واجهتوها؟ هل كان في أي صعوبات، أي يعني مخالفات أو أي تعديات حصلت في المدارس يعني في أول يوم، ولا اليوم كان ماشي إزاي؟ يهمنا نعرف رأي حضراتكم. اكتبوا لنا التعليقات على صورة البرنامج اللي نازلة دلوقتي على سي تي في ايجيبت على فيسبوك، اكتبوا لنا في التعليقات على الصورة، ويهمنا ان احنا نعرف لو في مزيد من المشاكل. نحكي الواقع لحضراتكم اللي مع الأسف راح ضحيتها طالبة في مرحلة الإعدادي، طبعا بنعزي أسرتها في الكارثة اللي حصلت النهاردة لبنتهم. الطبيعي ان في المدارس بعد الفسحه كده تلاقي الطلبه يعني متحمسين، اول يوم مدرسه بيجروا على السلم، لكن اللي ما كانش طبيعي ان هم بيجروا على السلم بعد الفسحه النهارده في مدرسه المعتمديه في حي كرداسه في الجيزه، ان السور اللي بيوصل حوالي 2 متر بتاع السلم بيقع على البنات وهم طالعين، وبتحصل كارثة بينتج عنها وفاة طالبة وغير 15 طالبة تانية مصابين. نتمنى ان كلهم طبعا يتم شفائهم شفاء كامل وما يكونش فيه اي وفيات تانية، ولكن كارثة بكل المقاييس. وهنا نطرح أسئلة كتير، نطرح أسئلة، طيب هل كان الإدارة وهل المدرسة كانت عارفة إن في مشكلة في الأبنية بتاعتها؟ هل كانت عارفة إن المبنى بتاع المدرسة هو مبنى غير مؤهل للطالبات إن هم يبدأوا العام الدراسي الجديد؟ سؤال تاني، طيب لو هم عارفين هل بلغوا هيئة الأبنية التعليمية تبع لوزارة التربية والتعليم؟ هل الوزارة على دراية بحاجة زي كده؟ طيب لو هم عارفين ان المبنى بتاعهم مش مؤهل لاستقبال الطلبة، ازاي يتم بداية العام الدراسي وازاي يكون في طلبة في اول يوم في المدرسة دي؟ اسئلة كتيرة جدا بتدل على فكرة الاهمال هو العنوان الاكبر للواقعة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة اللي ليها علاقة بواقعة مدرسة كرداسة. وطبعا في قرارات كتيرة صدرت نتيجة الواقعة دي، ومنها ان للأسف وزير التربية والتعليم بيكلف بان يكون في مراجعة للأبنية. هل لازم نستنى المصيبة علشان بعد كده ناخد الإجراءات؟ يعني على كل حال خلينا نسمع الواقعة وتفاصيلها والجديد فيها من الأستاذ يسري البدري مساعد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم. برحب بحضرتك يا أستاذ يسري. مساء النور على حضرتك. يعني احكي لنا برضو الواقع بتفصيلها، تفاصيلها الحديثة، وإيه اللي حصل بالظبط النهاردة في المدرسة في كرداسة؟ والله أولا خالص تعزينا لأسرة الفتاه اللي لقت مفرعها النهاردة في اليوم الأول للعام الدراسي اللي انتظم فيه ما يقرب من 25 مليون طالب وطالبة في أول أيام الدراسة الفعلية من النهاردة. احنا بنتكلم على حادث مؤسف وقع صباح اليوم في مدرسة المعتمدية الإعدادية. المدرسة دي واحدة من ضمن المدارس اللي هي بدأت فيها الدراسة، وفقا للبيانات الرسمية اللي صادرة ومن تصريحات وزير التربية والتعليم بيتكلم انه هذه الواقعة سببها التدافع اثناء الفسحة المدرسية، الطالبات اثناء النزول للفسحة حدث تدافع، التدافع ده ادى الى انهيار جزء من سور السلم، وده ادى الى وجود حالة وفاة و15 حالة إصابة تم نقلهم إلى المستشفيات. الحادثة لغاية دلوقتي ممكن تبان طبيعية، لكن ده في أول يوم في الدراسة، ده اللي خلى حضرتك توجهي مجموعة من الأسئلة. طبعا. هل حصل رفع كفاءة لكل المدارس طوال الفترة اللي فاتت؟ الإجابة من المسؤولين أيوه حصل.
لكن على الواقع ما حصلش. يعني المسؤولين المسؤولين عن المدرسة وعن الحي وعن الإدارة بيقولوا إن المدارس دي كانت مؤهلة لبداية العام الدراسي. أنا بتكلم على هيئة الأبنية التعليمية اللي هي بالأمبريلا أو المظلة اللي المفروض بتراجع جميع مدارس الجمهورية في فترة الصيف. احنا خدنا فترة الفترة اللي فاتت كورونا الناس ما كانتش بتروح الدراسة، وخدنا فترة انقضاء العام الدراسي أو الأجازة الأجازة. المفروض كانت هيئة الأبنية التعليمية تشوف المدارس اللي ناقص منها، إذا كان في مقاعد مش موجودة توفرها، في مدارس محتاجة الأبنية فيها رفع كفاءة أو إعادة ترميم أو تأهيل أو أو أو، كانت المفروض هيئة الأبنية التعليمية تعمل ده. طب عايزين نطمن يا أستاذ يسري على البنات برضو، الطالبات اللي كانوا في الواقع أو في الحادثة دي. دلوقتي إحنا عندنا حالة وفاة طالبة، كانت وفاتها إثر إيه؟ نتيجة إيه؟ يعني إحنا شايفين الصور أهو قدامنا على الشاشة، صور السلم، يعني كان هل حصل ارتطام مثلا بالرأس للطالبة فأدى إلى الوفاة، ولا سبب الوفاة الرئيسي إيه؟ والله لغاية دلوقتي سبب الوفاة مش واضح، يعني إحنا بنتكلم على انهيار جزء، وارد جدا تكون هذه الطالبة كانت تحت السور اللي هو انهار، وارد جدا إن هي تكون من فوق السلم وقعت من تحت فنزلت على رأسها، لكن حتى هذه اللحظة السبب الأساسي اللي سيدون في تقرير الطب الشرعي لسه مش واضح، لكن احنا عندنا اصابات، الاصابات طفيفه. يعني الاصابات مطمئنه. الاصابات طفيفه، لكن حاله الوفاه دي هي كانت واحده من المصابين ولفظت انفاسها لما راحت المستشفى. نتمنى طبعا كل الشفاء للطالبات في الواقعة دي، والجديد حتى الان ان النيابه العامه بتحقق في الموضوع مظبوط. النيابة العامة طلعت بيان مفصل حوالين الواقعة، وهي اللي قالت ان احنا عندنا 15 حالة اصابة، وكمان قالت ان احنا عندنا حالة وفاة، والنيابة العامة كمان انتقلت لمكان الواقعة وقدرت معاينة وسألت جميع المصابات اللي بالغ عددهم 15 طالبة في مستشفى امبابة العام، والنيابة العامة كانت خدت اخبار او تلقت اخبار ان الواقعة حصلت في الفسحة المدرسية صباح اليوم الاحد اثناء صعود الطالبات لفصولهم، تدافعوا على السلم وحدث انهيار لجزء من السور الخرساني. أيوة. والانهيار ده من تحت مترين وفقا لبيان النيابه، وتم نقل 15 حاله اصابه الى المستشفيات. كمان النيابه العامه شكلت فريق انتقل للمدرسه واجرى معاينه وسال مدير المدرسه ومشرف الدور ومشرف اليوم ومسؤول الامن ومسؤول الصيانه وكذلك المسؤولين بهيئه الابنيه التعليميه ورئيس حي كرداسه، وكمان الفريق ده هتكون مهمته ان هو يسال كل الشهود، وكمان في فريق ثاني انتقل للمستشفى وسال المصابات ونظر جثه المتوفاه لوقوف النيابه على اسباب هذا الحادث. كمان النيابه الاداريه النهارده قررت التحقيق العاجل في هذه الواقعه لتحديد المسؤوليه التاديبيه، وده قرار صادر من اي النيابه الاداريه على اساس تشوف المسؤوليه، هل مسؤول الصيانه عمل دوره؟ أيوه. هل مسؤول هيئه الابنيه التعليميه عمل دوره؟ هل مسؤول الحي عمل دوره؟ دي هتحدد المسؤوليه التاديبيه، وده حاجه تتعلق بعمل الموظفين، لا تتعارض تماما مع التحقيقات اللي بتجريها النيابه العامه لتحديد المسؤوليه الجنائيه. طيب استاذ يسري، مصير العمليه التعليميه في المدرسه دي، الطلبه اللي المفترض يكونوا بيدرسوا في المدرسه دي، هل العمليه التعليميه هتستأنف من بكره وهيبقى اليوم الدراسي شغال عادي، ولا الدراسه متوقفه في المدرسه؟ ما اعتقدش ان هو في قرار لغايه هذه اللحظه بتوقف هذه الدراسه في المدرسه دي تحديدا، ولكن اعتقد ان هو بيتم بعد انتهاء النيابه العامه من ان هي ما تبقاش عايزه مسرح الجريمه، بيتم اعاده تأهيل مرة تانية، واعتقد ان هو بكرة الصبح باعتقاد شخصي مني ان هو الدراسة هتبقى موجودة في نفس المدرسة دون توقف، حتى لو استمرت اعمال البناء او اعمال الترميم جزء من اليوم الدراسي بكرة. هو طبعا كل الخوف والقلق من بقية المبنى، لان مش من يعني مفترض ان يكون الكارثه دي ممكن تحصل مره تانية. احنا يعني مش عايزين يكون الوفيات اكتر لا قدر الله، ولا الاصابات اكتر، فاحنا بنتكلم جزء من المبنى انهار، فايه اللي يقول ان هذا المبنى سليم تماما بحيث ان هو ممكن يستقبل الطلبه في الايام الدراسيه المقبله؟ يعني
معلوماتي من وزارة التربية والتعليم انه في لجان طوال الفترة الماضية مرت على المدارس واثبتت جاهزية هذه المدارس، ولكن ما حدث اليوم في سور سلم ليس له علاقة بالمبنى، وان كانت النيابة العامة اذا رأت ان المبنى غير صالح اكيد هتشكل لجنه هندسيه لمعرفه لبيان ان المبنى ده صالح ولا غير صالح، ولكن الابنيه التعليميه اقرت ان هذه المدرسه مثل غيرها من المدارس في منطقه كرداس او امبابه والجيزه عامه صالحه لاستقبال او جاهزه لاستقبال العام الدراسي الجديد. لكن زي ما شفنا على ارض الواقع، الواقع بيقول حاجه مختلفه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ يسري البدري، مساعد رئيس تحرير المصري اليوم. وزي ما شفنا كده مع حضراتكم، ده شكل السور اللي كان انهار في المدرسه، سور السلم على طالبات المرحله الاعداديه في المدرسه، مدرسه المعتمديه في حي كرداسه في الجيزه، وللاسف نتج عنه وفاه طالبه واصابه 15 تانيين. حتى الان الاوضاع بخصوص المصابين اوضاع مطمئنه، الاصابات طفيفه، ولكن ده دليل ومؤشر على موضوع مهم، وهو الاهتمام بالابنيه التعليميه بالمدارس. السبب حتى الان للوفاه او للحادثه دي هو تدافع الطالبات. هو ده مش وارد يحصل في المدارس، مش وارد ان الطلبه يكونوا بيهزروا ويكونوا بيجروا، ما هو طبيعي. سلم في مدرسه مرحله عمريه معينه، ليها نشاط معين، طريقه تصرفات معينه، اسلوب معين، فبالتالي لازم يكون المكان مؤهل للطلبه. احنا بنتكلم في حياه اطفال، في حياه طلاب، لازم نكون أمناء على حياتهم. وبالتالي زي ما قلنا في بداية الحلقة، أسئلة بتوجه لجهات كتير، الوزارة، هيئة الأبنية التعليمية، حي كرداسة في الجيزة، مين المقصر في الموضوع ده؟ خلينا نقول لحضراتكم، بما ان عرفنا من استاذ يسري اجراءات النيابه العامه، النائب العام بيامر بالتحقيق في الواقعه، وبالفعل تحركت يعني جهات من النيابه العامه علشان تفحص مكان الواقعه في المدرسه، وايضا جهات اخرى يعني راحت تجري التحقيقات مع الطالبات المسؤولين، يعني او الطالبات اللي كانوا عفوا مصابين في الواقعه. فزي ما شفنا كده ده الجديد في الموضوع. خلينا نروح لوزير التربية والتعليم وإيه اللي قالوا على هذه الواقعة. بداية تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالعزاء لأسرة الطالبة اللي توفت في الواقعة، وطبعا قرر أن يكون في إحالة لمدير الإدارة التعليمية وإحالة لمدير المدرسة والمشرفين على المبنى للتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة. نتمنى ان تكون دي يعني بادرة، لان فعلا الناس دي تاخد جزائها لو هم المقصرين، ولكن لو هم كانوا ابلغوا عن ان المدرسة والابنية بتاعتها غير مؤهلة، فبالتالي المقصرين ليس المسؤولين في المدرسة، ولكن هيكونوا مسؤولين في هيئة الابنية التعليمية وفي وزارة التربية والتعليم. المؤسف ان وزير التربية والتعليم دلوقتي بعد بداية العام الدراسي بيوجه بايه؟ بيوجه هيئة الأبنية التعليمية بأن هي تراجع مرة تاني جميع المباني والتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى الجمهورية، وكمان جميع مديريات التعليمية تشكل لجنة هندسية علشان تتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع المباني. هل ده معناه أن هو مجرد إجراء روتيني وممكن نحن نكون بنكتبه على الورق وما بيحصلش على أرض الواقع، فبالتالي محتاجين أن احنا نراجع مرة تاني، فبالتالي معناها أن في إهمال من قبل الجهات المسؤولة عن مراجعة يعني صحة ويعني سلامة الأبنية المفروض بتستقبل الطلبة؟ علامات استفهام كتير جدا على الواقع اللي احنا شفناها، وكان نفسنا ما تحصلش المصيبة علشان بعد كده يكون في تحرك، ولكن مع الأسف حصلت المصيبة. خلينا ناخد تعليق من تعليقات حضراتكم على الموضوع ده. ومدام نانا رمسيس بتقول إهمال كبير بمعنى الكلمة، حياة الإنسان رخيصة في مصر، وبتقول مع بداية العام الدراسي الجديد كيف لا يتم صيانة ومعاينة ما هو مخالف وغير صالح لبدء العام الدراسي الجديد. مستنية مزيد من تعليقات حضراتكم، اكتبولنا على الصورة الخاصة بالبرنامج على صفحة القناة على فيسبوك سي تي في ايجيبت. وبكل تأكيد مهم نعرف رأي حضراتكم في الواقعة، وكمان لو في أي مشاكل تانية واجهتوها مع بداية العام الدراسي الجديد.
وزير التربية والتعليم كمان كان قرر صرف مساعدة وإعانة للأسرة، أسرة الطالبة المتوفاة قدرها 100,000 جنيه. وكمان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه كمان بأن يكون في صرف لإعانة مادية لأسرة الطالبة ونعى الطالبة المتوفاة اسمها ملك محمد، طالبة في المرحلة الإعدادية في مدرسة المعتمدية. فدي كانت أحدث القرارات اللي صدرت. طبعا ما فيش حاجة تعوض عن الطالبة اللي توفت ولا تعوض أهلها عن بنتهم اللي كانوا مودينها المدرسة علشان تتعلم، ولسه مع بداية عام دراسي جديد والطالبات بيبقوا كلهم تفاؤل وكلهم نشاط ومقبلين على السنة، للأسف تكون البداية بكارثة ومصيبة بهذا الشكل. خلينا نروح لوقعة تانية في إحدى المدارس. زي ما قلنا لحضراتكم كان نفسنا العام الدراسي يبدأ بشكل كويس، ولكن مش الواقعة دي الوحيدة اللي فيها إهمال، يمكن دي يعني قوية وشديدة لأن حصل فيها وفيات وإصابات. لكن واقعة تانية ليها علاقة بالإهمال في النظافة، نظافة المدارس، لدرجة وصلت أولياء الأمور أهالي الطلبة هم اللي يدخلوا وينظفوا المدرسة علشان لقوا المدرسة دي مش نظيفة. يعني واصلين لمراحل حقيقة مؤسفة جدا. المدرسة دي في المنوفية اسمها مدرسة عمر ابن الخطاب. زي ما قلنا لحضراتكم الطلبة والأهالي داخلين المدرسة علشان يبدأوا العام الدراسي بشكل طبيعي جدا، يتفاجئوا بأن الكمامة مرمية وأن المكان مش نظيف تماما، وما فيش حتى يعني عامل نظافة بيعمل أي حاجة في المكان، ولا مسؤول مهتم أن البيئة نفسها تكون بيئة كويسة. فقاموا هم بدأوا بنفسهم ونظفوا المدرسة اللي هو أو اللي هي بيدرس فيها ولادهم في المنوفية. طبعا أولياء الأمور يعني عملوا زيادة عن دورهم، ولكن احنا ما ينفعش نفوت الموضوع ونسيب مشهد زي اللي احنا شايفينه على الشاشة ده. هل ده شكل مدرسة من المفترض ان هي تكون فيها طلبة؟ هل دي البيئة الجاذبة اللي اتكلم عليها وزير التربية والتعليم وقال ان المفروض المدارس تكون بيئة جاذبة للطلبة والمدارس تكون مكان كويس الطالب حابب يكون موجود فيه؟ هل ده بيتوافق مع التصريحات وبيتوافق مع الشعارات وبيتوافق مع الأهداف للعام الدراسي الجديد؟ ده السؤال، لأن احنا عندنا القرارات عظيمة والتصريحات عظيمة، ولكن أرض الواقع بتقول يعني رسائل تانية وتصريحات تانية. خلينا برضو نعرف تفاصيل عن اللي حصل النهاردة في المدرسة في المنوفية، وإيه اللي خلى أولياء الأمور هم اللي يتدخلوا وينظفوا المدرسة. بينضم لينا على التليفون أستاذة مروة عبد الحميد زنون، صحفية بجريدة أهل مصر. برحب بك يا أستاذة مروة. أهلا بك وكل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك، احكي لنا تفاصيل الواقعه الخاصه بالمدرسه وايه اللي يوصل الاهالي ان هم ينظفوا بنفسهم. هل كان في حديث حصل مع مسؤولين في المدرسه؟ هل ما كانش في عمال نظافه؟ يعني كان ايه اللي حاصل؟ هو لحد الان طبعا هيتم التحقيق من قبل مديريه التربيه والتعليم في المنوفيه، ولكن احنا النهارده الصبح استقبلنا شكاوى عدد من اولياء الامور في مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية تبع المركز أشمون، بتفيد إن المدرسة يعني لا يوجد بها أي نظام نظافة نهائي داخل الفصول. اضطروهم إن هم يقوموا وينظفوا بنفسهم وإن هم ينقلوا المقاعد الخاصة بأبنائهم للفصول. لما كلمنا الأهالي وشفنا إيه الوضع يعني قالوا إن هم اتفاجئوا إن مفيش أي نظافة خالص داخل الفصول، وعلشان ما يكسروش فرحة ولادهم إن هم رايحين المدارس ولابسين هدومهم اللي هم فرحانين بيها وشاريينها، فراحوا مجمعين القمامة بنفسهم وبدأوا إن هم يستعدوا للفصل. طبعا يعني عاوزه اوضح برضه للساده المشاهدين ان المدرسه يعني تم الانتهاء من ترميمها في الفتره الماضيه من حوالي شهر ونص بالظبط. يعني المدرسه المفروض ان هي جديده زي ما بيقولوا كده على المفتاح. يعني دي بقايا مثلا الترميم او بقايا المكونات او مستلزمات الترميم اللي احنا بنتكلم عليها دي ما اتشالتش بعد تجديد المدرسه؟ يعني هو بالنسبة للصور بتبين كده فعلا، ولكن التحقيقات ما زالت شغالة. يعني التحقيقات حتى الآن شغالة، لكن بخصوص مدير المدرسة هل في أي إجراء اتاخد تجاهه؟ أيوة، أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قرار بإلغاء تكليف مدير المدرسة. يعني اتشال المدير؟
ايوه واكد سعد وكيل مديريه التربيه والتعليم ان هو صدر قرار بالغاء تكليف مدير المدرسه واحاله الاشراف المكلف للتحقيق في الواقعه. وبعد ما يتم التحقيق في الواقعه هيتم بقى عمل اللازم في الامر. تمام، ده بخصوص المدرسة في المنوفية، ولكن المدرسة الآن يعني أصبحت نظيفة وبيئة مؤهلة للطلبة ولا الوضع يعني كما هو؟ يعني هل مثلا أولياء الأمور نظفوا الأماكن اللي الطلبة فيها بس وبقية المدرسة بنفس الشكل؟ لا لا لا، في الآن المدرسة طبعا مؤهلة جدا خاصة بعد شكاوى الأهالي وأولياء الأمور تم تنظيف المدرسة وما بقاش فيها أي صمامة خالص. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة مروة عبد الحميد، صحفية بجريدة أهل مصر. ومع الأسف دي كانت المشاهد لأول يوم في الدراسة السنة دي، زي ما شفنا واقعة في المدرسة في كرداسة وواقعة في مدرسة في المنوفية، لكن واقعة ليها علاقة بصحة الطلبة وبحياتهم، واقعة تانية ليها علاقة بصحتهم النفسية وببيئة المدرسة أن هي تكون بيئة جيدة للتعليم. الحقيقة يعني المنظومة التعليمية عندنا في مصر ما زالت بتحتاج لشغل كتير قوي، على الرغم من التطوير اللي ممكن نشوفه بيحصل في بعض المناهج، على الرغم من التكنولوجيا اللي بنحاول توظيفها، لكن في أساسيات ما زالت محتاجة شغل كبير جدا داخل المدارس. محتاجين المسؤولين يكونوا موجودين فعلا على أرض الواقع ويتابعوا قبل ما المصيبة والكارثة تحصل. دايما بنقول الجملة دي، ما ينفعش نفضل دايما نستنى ان يحصل الكوارث وبعد كده يبقى في تحركات وتوجيهات، لا، لازم يكون المسؤولين متواجدين على ارض الواقع وكل واحد ليه منصب يكون قد المنصب اللي هو فيه وامين على المسؤولية اللي هو ماسكها. نروح بقى لترند تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ليه علاقة كمان باول يوم للدراسة ولكن هو ليه طابع مختلف شوية. كلنا بنسمع عن الشرطة المدرسية، لكن الشرطة المدرسية اللي احنا هنشوفها في الصور مع حضراتكم دلوقتي مختلفة شوية عن اللي احنا يمكن متعودين عليها. الشرطة دي في مدرسة السعيدية في الجيزة. الحقيقة الصور دي تصدرت جدا مواقع التواصل الاجتماعي، لان الصور اللي حضراتكم هتشوفها تحسوا ان دول طلبة كلية شرطة مش طلبة مدرسة، مش شرطة مدرسية عادية. وفكرة ان حتى يعني شايفين حضراتكم الطالب اللي على الشاشة ده تحس ان هو يعني فعلا حاسس بمنصب او ان هو مسؤول وان هو متقمص الدور بشكل كبير جدا. فبالتالي الصور دي انتشرت بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اللبس وطريقة وتعبيرات الوجه للطلبة وفكرة ان هم بيشعروا بمسؤوليتهم في المدرسة، ان هم يكونوا بيساعدوا في التنظيم طبعا في المدرسة. فطبعا كان ترند النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا صور كويسة جدا بتقول ان احنا يعني في كمان حاجات إيجابية بتحصل، فكرة ان يكون الطلبة ليهم دور في التنظيم في المدرسة، الطلبة عارفين يتحملوا مسؤولية ومن هم لسه في المدارس ومن هم لسه صغيرين. ده طبعا بيقول يعني كلام كويس جدا بخصوص كيفية إدارة المنظومة التعليمية في بعض المدارس. طبعا احنا بنستعرض الإيجابي والسلبي، مش بنركز فقط على السلبي، ولكن لما بيكون في نموذج إيجابي مختلف بنستعرضه مع حضراتكم زي ما احنا شايفين كده على الشاشة. دول الطلبة يستحقوا ان هم ينتشروا ويستحقوا ان هم يتعرفوا علشان دورهم اللي هم بيقوموا بيه في المدارس وفي عملية التنظيم. خلينا نروح لاجتماع مهم بيجريه الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي. من وقت للتاني بنشوف اجتماعات للرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي علشان نتابع طول الوقت وبشكل سريع كل التطورات الاقتصادية. الرئيس السيسي كان بيجتمع بمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله وبحضور ايضا رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي علشان يتابعوا مؤشرات السياسة النقدية واداء القطاع المصرفي في الدولة المصرية.
حسن عبد الله كان بيستعرض مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي، وبيستعرض في الاجتماع كمان البنوك المركزية على مستوى العالم القرارات اللي بتتخذها، سواء تحريك في فكرة الفائدة أو زيادة الفائدة في بعض البنوك المركزية على مستوى العالم، أو قرارات لها علاقة بالاقتصاد بصفة عامة، بحيث أن مصر طبعا لازم تكون على دراية بما يحدث في العالم كله، لأن احنا عارفين أن هي عملية دايما بتأثر على الاقتصادات المختلفة، ما فيش اقتصاد بمعزل عن باقي اقتصادات دول العالم. خلينا نقول كمان ان الرئيس السيسي وجه بان يكون في بلورة لمبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الاجنبية من قبل البنك المركزي خلال الفترة اللي جاية. خلينا نعرف اهمية هذا الاجتماع، ونعرف كمان ازاي البنك المركزي ممكن يكون ليه دور في جذب الاستثمارات الاجنبية. وبينضم لينا على التليفون استاذ احمد معطي خبير الاقتصادي، مرحبا بحضرتك معنا. مساء الخير، ازي حضرتك واهلا بجميع المشاهدين. مساء النور على حضرتك. اجتماع الرئيس النهاردة مع محافظ البنك المركزي وتوجيهات بان يكون في مبادرات لجذب الاستثمارات، عايزين نتكلم اكتر يا استاذ احمد ازاي البنك المركزي ممكن يكون ليه دور مؤثر في عملية جذب المستثمرين. بالتأكيد يعني بالفعل احنا شايفين اهتمام كبير من الدولة وسيادة الرئيس، وكمان التغيرات اللي حصلت في البنك المركزي بموضوع المؤشرات السياسة النقدية، وايضا جذب الاستثمارات الخارجية داخل البلد، وايضا جذب الاستثمارات المحلية وتشجيع المصريين على يعني ان هم يبدأوا ينشئوا مشاريعهم مرة ثانية في الدولة بالكامل، وشايفين ده بتوجيهات واضحة وصريحة واجتماعات متتالية ورا بعض. شفنا الاجتماع النهاردة بالفعل، وتأكيد كمان من محافظ البنك المركزي المصري على الوضع الاقتصادي العالمي، ودي النقطة اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيها، وفي نفس الوقت دي نقطة مهمة جدا ان احنا بقينا بنركز جدا على التغيرات العالمية وكيفية، ليس فقط اللي احنا نبدأ نشوف هذه التغيرات، ولكن كيف نستفاد من هذه التغيرات. ففي رأيي واللي انا شايفه حتى من الدولة ان هي واضح ان هي بتتابع التغيرات العالمية والأزمات العالمية، ونبدأ ناخد من خلالها ازاي نقدر نخرج بمبادرات تشجع الدول الخارجية ومحليا ايضا بهذا الموضوع. البنك المركزي بالفعل كان ليه مبادرات عديدة الفترة اللي فاتت، ده مش على فكرة ده مش حاجة جديدة، ولكن الرئيس النهارده كان بيوجه بمبادرات اقوى كمان وافضل للجميع، ودي حاجة تطمن الشعب المصري بالكامل ان احنا الفترة الجاية داخلين على مبادرات كويسة جدا هتشجعهم في كامل المشاريع. احنا اصلا عندنا مبادره ممتازه جدا في القطاع الصناعي، عندنا مبادره في قطاع المشروعات الصغيره المتوسطه ب 5%، وده موجود بالفعل، ولكن اللي بيحدث النهارده احنا بنتكلم ان في الرئيس بيوجه بمبادرات كمان جديده تشجع المستثمرين. فطبعا لا، البنك المركزي ليه دور كبير، لان بالتاكيد هنشوف مبادرات بقى، يعني طبعا المبادرات لم يعني يعلن عنها حتى هذه اللحظه، دي ما زالت تحت الدراسه، ولكن بالتاكيد البنك المركزي هيكون هو من اكثر المؤسسات في الدوله اللي هيكون ليها دور كبير في موضوع المبادرات، وهيوفر بقى عمله صعبه كثيره، وهيوفر فرص عمل كثيره، لان طبعا هذه المبادرات بتشجع في النهايه على انشاء مشاريع جديده، وفي النهايه ده بيوفر يعني وظائف وبيقلل من معدلات البطاله مره اخرى. طيب ممكن تكون ايه امثله للمبادرات المتوقع تكون موجوده الفتره اللي جايه يا استاذ احمد؟ احنا بنتكلم ان بالفعل كان في مبادرات جيده جدا خلال الفتره اللي فاتت، لكن الرئيس بيدعو لمزيد من المبادرات اللي تكون موجوده عندنا في مصر. ايه اللي احنا محتاجينه حاليا، او ممكن نكون بنشوف الفتره اللي جايه مبادرات زي ايه؟ طيب يعني بأكد بس حاجة تاني، هو حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان بالفعل عن هذه المبادرات هتكون عن إيه مباشرة، ولكن كلها مجرد توقعات أو تحليل لينا كبس متابعين للسوق. فطبعا المتوقع أنه هيكون في رأيي في هذه المبادرات هتكون بتمثل جدا أو بتركز جدا على قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وأيضا قطاع المشروعات
الصغيره والمتوسطه. اعتقد ان هذه المبادرات هتكون في هذا الجزء اكتر، لانها يعني ده حتى توجهات الدوله الفتره دي زي ما احنا شايفينها بتشجع جدا على موضوع التصنيع والتركيز على الصناعه. ودي النقطه اللي كنت بكلم حضرتك عليها في الاول، ان اصلا الازمه العالميه وضحت للعالم بالكامل ان يعني العالم فكره ان هو في احتياج لبعضه، وان هو موضوع العولمه بالفعل اي ازمه بتاثر بره هتاثر عندنا. فبالتالي العالم بالكامل دلوقتي بدا يغير من فكره، يركز في التصنيع، يركز في الزراعه اكتر، العالم كله بشكل يعني. واللي مش هيعمل كده طبعا هتكون بالنسبه له مشكله كبيره. ولكن مصر لله الحمد اصلا من 2016 من اول يعني الرئيس ما كان بيتكلم في نقطه، او كنا بنتكلم في نقطه حتى التشجيع الصناعه والزراعه من زمان واحنا بنتكلم في ده، وبدا وبالفعل عندنا شغل في هذا الموضوع قوي جدا. وده اللي في رايي الصراحه اللي مخلينا واقفين على رجلينا والدوله واقفه على رجلها الفتره دي. لم يعني شفنا حتى ان كل اغلب السلع الاستهلاكيه اللي بيحتاجها المواطن موجوده. هناك بعض السلع غير موجوده، ولكن هذه ليست ضروريه، ليست كمليه، والعالم كله يعاني بهذه في هذه الفتره من هذا الموضوع. فالمبادرات دي هتركز على الثلاث نقط دول في رايي، لان دي اللي بدانا نكسبها من او بنستفاد منها من موضوع الازمه. الدرس المستفاد من الازمه ان الصناعه والزراعه الفتره الجايه هتكون مهمه جدا. فاعتقد المبادرات هتكون في القطاع ده، وايضا قطاع المشروعات الصغيره والمتوسط. طيب أستاذ أحمد، خليني أسألك على الأوضاع الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية على مستوى العالم، إيه الجديد فيها حتى الآن علشان نكون على دراية بما يحدث كمان في مختلف أنحاء العالم؟ الحقيقة أن العالم كله دلوقتي بقى، وخاصة الدول العظمى، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، مركزة جدا في فكرة استمرارهم في سياسة التشديد النقدي. يعني ببساطة في سياسة التشديد النقدي أن هم هيبدأوا أو مستمرين في رفع الفايدة، وده اللي أكده جيروم باول وهو رئيس الفدرال الأمريكي الفترة اللي فاتت، وأكدته أيضا الدول الاتحاد الأوروبي. وشفنا الاتحاد الأوروبي بيرفع الفايدة هذا الأسبوع، شفنا الولايات المتحدة بترفع الفايدة من أسبوعين، وبنك إنجلترا أيضا مستمرة تجاه السياسة النقدية. فدول العالم بالكامل واضح إن هي عندها قرار أو سياسة موحدة في استمرارهم في تجاه السياسة النقدية، لأن ما زالت هذه الدول أكثر دول متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية في موضوع التضخم وفي موضوع سلاسل التوريد. وبالتالي هم ما قدامهمش حلول كتيرة إلا يا إما إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية بالكامل، أو ما يكمن به هذه الفترة عن طريق تجديد السياسة النقدية بهدف كبح جماح التضخم. طبعا لأن إيقاف الأزمة في الوقت الراهن ده شيء مستبعد، فبالتالي الحل بالضبط هو تحريك سعر الفايدة في مختلف البنوك. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد معطي الخبير الاقتصادي. خلينا نقرأ بعض من تعليقات حضراتكم على واقعة المدرسة، مدرسة في حي كرداسة في الجيزة. أستاذة إستر عبد الوهاب بتقول ربنا يرحمنا، إحنا ما نتحركش إلا لما المصيبة تقع. الإهمال الإهمال الإهمال، لابد من المحاسبة للمهملين. عواطف ناصف بتقول يعني إيه اللجنة التعليمية عدت على المدرسة وجدت إن ليس بيها مخالفات، معنى ذلك إنهم بيلفوا على المدارس بدون وعي، والدليل على ذلك اللي حصل اليوم. كمان بتقول ده أصبح إجراء روتيني. طيب عندنا كمان عطا يوسف بيقول إن لازم يكون في إرشاد للطالب من وهو طفل ازاي يتعامل مع الحريق والاندفاع، لازم يكون في نظام، واللي حصل النهارده ده اندفاع ادى الى تحطيم سور السلم. لكن يا استاذ عطاء، وضع الحريق بيكون مختلف عن الطبيعي بتاع الطلبه بشكل يومي. الطبيعي بتاع الطلبه بشكل يومي في المدارس في السن ده ان هم ممكن يجروا على السلم، ممكن حد يتخبط في السور، بالعكس ده السور هو اللي يسند الطالب، مش لما الطالب يتخبط في السور السور يقع على الطالب. الوضع هنا مختلف. طبعا التوعيه شيء مهم، لكن احنا هنا بنتكلم على واقع تفاصيلها مختلفه تماما، يعني غير لما بتحصل حريقه الطلبه يتعاملوا ازاي. ميري يوسف بتقول بالنسبة لأول يوم دراسة بنتي بتقول لي إن كان في ولية أمر بتبكي علشان مش لاقية ابنها اللي في أولى ابتدائي. طبعا بتحصل مشاكل كتيرة جدا في أول يوم في الدراسة، وعايزين حضراتكم تكتبوا لنا برضو مزيد من التعليقات، إيه تاني مشاكل شفتوها، إيه تاني مشاكل واجهتكم مع بداية العام الدراسي الجديد.
نكمل أخبارنا مع حضراتكم ونروح للسكة الحديد اللي بتعلن عن تخفيض في التذاكر لذوي الإعاقة وكمان للمرافقين اللي بيكونوا موجودين مع أصحاب الهمم أو مع ذوي الإعاقة. هيكون في تخفيض بيوصل ل50% على أسعار التذاكر في القطارات المكيفة والفاخرة وغيرها. طبعا يعني نتكلم على تخفيض كبير بيوصل ل50% بيسهل أكتر من حياة كل متحدي الإعاقة ومع فكرة أنهم بيواجهوا يعني تحديات كثيرة جدا بشكل يومي، فإنك تخفف عنهم بهذا الشكل ولو بتخفيضات زي اللي احنا شايفينها. طبعا دي إجراءات كويسة جدا، والجميل كمان أن الموضوع مش بس للشخص اللي بيعاني من أي إعاقة لكن كمان المرافق ليه. وازاي نثبت ده؟ بنثبت ان هذا الشخص بيتحدى اي من الاعاقات اللي عنده من خلال البطاقة اللي بيكون واخدها من وزارة التضامن الاجتماعي، بطاقة الخاصة بيه بتقول ان هو بيعاني من اي من انواع الاعاقات. فبالتالي بمجرد ان هو بيطلع البطاقة دي بيدفع 50% من سعر التذكرة، والمرافق اللي معاه كمان بيدفع نفس الرقم. مشاهدينا بكده نكون خدنا جولة سريعة في أهم أخبار النهاردة. بنشكركم على متابعتكم لينا في هذه الفقرة، ولكن بعد الفاصل هنستفيد بقى بشكل أكبر في مشاكل العملية التعليمية في مصر، وهنستفيد كمان في القرارات الجديدة للوزير الدكتور رضا حجازي، وهنستقبل اتصالات حضراتكم واقتراحاتكم ومشاكلكم بعد الفاصل. استنونا.